الكشفية هي حركة عالمية تربوية تطوعية غايتها اكتساب القيم والأخلاق الحميدة من خلال التربية الصالحة لمنتسبيها. ورغم مرور أكثر من 115 عاماً على تأسيسها، ما زالت الحركة الكشفية تكبر وتتطور بقوة نحو تحقيق الأهداف والمبادئ التي وضعت لها، ماضية قدماً لمواكبة كل ما هو جديد. وتمثل مرحلة البراعم انطلاقة جديدة في عالم الكشفية، حيث تعتبر هي النواة الأولى في البناء الكشفي، فنجاح هذه المرحلة يمهد نحو نجاح للمراحل التي تليها تباعاً. مرحلة البراعم تبدأ هذه المرحلة من سن 4 إلى 7 سنوات. تتألف هذه المرحلة من فرقة من البراعم يطلق عليها لفظ السرب. كل مجموعة تتكون من 5 براعم ويطلق عليها خماسي. اللعب والحركة هما ما يميزان هذه المرحلة، من هنا جاء شعار المرحلة مرح. وكغيرها من المراحل الكشفية الأخرى، فإن هناك مجالات متنوعة يمارسها البرعم داخل السرب التابع له، ساعياً من خلالها نحو تحقيق الأهداف التي تم وضعها من قبل المؤسسين للحركة الكشفية، ألا وهي بناء الفرد وصلاح المجتمع، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصائص التي تتميز بها هذه المرحلة. أولاً، الجانب الديني. يعتبر الجانب الديني الركيزة الأساسية في بناء الشخصية الإنسانية، فهو يمثل أولى الواجبات التي تنطلق منها الحركة الكشفية، ألا وهو الواجب نحو الله. خلال هذه المرحلة يتعلم البرعم وتحت إشراف معلمته آداب الدخول إلى المسجد ووضع الحذاء في المكان المناسب له وكيفية الوضوء وعدم الإسراف بالماء وأداء الصلاة في أوقاتها ومع جماعته والتي يطلق عليها السرب وبشكل صحيح. وتمثل حلقات القرآن الكريم ركناً أساسياً لهذه المرحلة، فهي بمثابة حلقة الوصل ما بين ما يتعلمه البرعم من عبادات وما يكتسبه من معاملات تسهم في بناء السلوك الشخصي وبالتالي بناء المجتمع، حيث يساهم البرعم في حضارة المجتمع من المشاركة بالأنشطة الاجتماعية المختلفة والتي منها ما يتناسب مع هذه المرحلة. فنجد البرعم يقوم بزراعة الأشتال الزراعية وينفذ حملات النظافة ويساهم في تجميل البيئة التي يعيش فيها. ثانياً، الجانب الكشفي. يحتل هذا الجانب من هذه المرحلة الجزء الأكبر للأنشطة والفعاليات الكشفية، وكيف لا، وهو بمثابة النقطة الأساسية للدخول إلى عالم الكشافة، وإن عبور البرعم لهذه المرحلة بشكل صحيح يسهم في تطوير وتجذير الحركة الكشفية. ثالثاً، ارتداء الزي وتحية العلم. يبدأ البرعم نشاطه الكشفي بارتداء الزي الكشفي، وهو ما يميزه عن غيره من قرنائه، خاصة عندما يضع المنديل الكشفي حول عنقه إذاناً ببدء نشاطه الكشفي، متوجهاً إلى سارية العلم لأداء مراسم تحية العلم والتي هي عنوان وبناء للوطنية، حيث تتجه أنظارهم كل صباح إلى العلم الوطني وهو يرتفع ويرفرف عالياً، وهم يرددون الهتاف الوطني تحيا فلسطين عربية حرة، تحيا فلسطين عربية حرة. رابعاً، المسير الكشفي. ويمثل المسير الكشفي لهذه المرحلة النقطة المحورية لاكتشاف العالم الخارجي والتمتع بالطبيعة، خاصة وهم يسيرون وسط الأشجار والأماكن الطبيعية وبوجود مشرفة النشاط والتي هي دليل إرشادي وتعليمي لهم، كما تمثل لهم صمام الأمان نظراً للترابط القوي بين هذه المرحلة ومعلمتهم. خامساً، الاجتماعات. ويظهر هذا الدور خلال الاجتماعات الكشفية للبراعم والتي تتم داخل إطار المجموعة، حيث تتولى المعلمة الدور الرئيسي للاجتماع في توجيه أفكار ونشاط البرعم، خاصة عندما يشارك البراعم بشكل إيجابي مع المعلمة، فهي المصباح الذي يضيء لهم طريقهم نحو العمل الكشفي. سادساً، الصيحات والأهازيج الكشفية.
وهي جزء مهم جداً من حياة البراعم، لما تحمله من أهداف كثيرة يمكن تحقيقها من خلال غرس القيم والمبادئ على اختلاف أنواعها بنفوس البراعم عبر الكلمات والعبارات والألحان التي تخرج من حناجر هذه المرحلة، كما أنها تمثل أحد الطرق والتي من خلالها يتم التنفيس عن المشاعر والأحاسيس التي يشعر بها البرعم خلال المرحلة الراهنة، كما أنها وسيلة تنشيط هادفة وتحفيز للبرعم وجانب من المشاركات الاجتماعية. سابعاً، الألعاب الكشفية والترفيهية هي العنوان والمبدأ التي تقوم عليه هذه المرحلة، المرح. إن أهداف هذه المرحلة هو أن يعيش البرعم مرحلة طفولته وهو سعيد فرحان، ولا يأتي ذلك إلا من خلال ممارسته للأنشطة والألعاب الرياضية والكشفية والتي تضفي على حياته المرح والسرور. إن مرحلة البراعم هي مرحلة تأسيسية هادفة، بناؤها الصحيح هو فعلاً نواة تبنى عليها الحركة الكشفية، ومع انطلاق هذه المرحلة نكون فعلاً قد وضعنا أشبالنا على الطريق الصحيح.